انا بودي ان اصدق ان هناك خطه بعيده الامد في الشرق الاوسط بشكل عام، لانه ما اراه امامي هو ردود افعال. على سبيل المثال في الانتخابات العراقيه الاخيره فاز التيار الصدري ب يعني اكثر اكثريه المقاعد او اكثر كميه ممكنه من المقاعد، اكثر كتله موجوده الان في البرلمان. الان هناك رغبه امريكيه بدعم تولي التيار الصدري رئاسه الوزراء، ولكن على الواقع على الأرض فعلا إيران من تشكل الحكومة، إيران من ستضع الحكومة هذه وتجبر الصدر حتى لو كان رئيس الوزراء منا على أن يقبل بقية الفصائل والقوى الشيعية الأخرى في حكومته، وبالتالي ستنتهي فكرة القضاء على النفوذ الإيراني بالعراق من خلال وزارة صدرية كما يأمل مقتدى أو كما تأمل أمريكا على حد سواء. ف كما ترى هناك نظرة مع الأسف أقولها سطحية أمريكية للأمور في العراق أو في سوريا أو في عموم الشرق الأوسط، تقابلها نظرة عارفة وخبيرة ومتغلغلة في الأرض كثيرا مثل النظرة الإيرانية. هم أذكى بكثير من في اللعب في من الأمريكان للأسف الشديد، وما زال الأمريكان لحد الآن يعني يعالجون سياستهم بعملية ردات الفعل أكثر ما يكون هناك مخطط بعيد المدى. وشفنا هذا الموضوع في أفغانستان على سبيل المثال، عقود من الصرف وهذه إلى آخره، ثم انهار النظام في بضعة أيام. وأنا وأنت كنا نتكلم في هذا الموضوع، وأنا قلت لك وكنت مخطئ في قولي أنه هناك جيش رمرم في أفغانستان تم تدريبه وتم كذا، أكيد سيصمد أمام بضع عشرات ألوف من مقاتلي طالبان، وإذا بالجيش العرمرم هذا ينهار بين يوم وليلة وهو تحت التدريب والتسليح وإلى آخره والإشراف الأمريكي الكامل. إذن هناك بشكل عام نوع من التقاعس أو البطء أو عدم الفهم للأمور، وبالتالي غلف هذا كله عدم اهتمام أيضا من قبل الأمريكان بالمنطقة وقضاياها. الأمريكان كل عقولهم وعيونهم الآن مصوبة نحو المحيطين الهندي والهادي أكثر مما هي مصوبة تجاه الشرق الأوسط أو حتى أوروبا للأسف الشديد. طيب، وكيل البنتاغون للشؤون السياسية كولين كول يوم أمس يعني أعطى للكونغرس الأمريكي معلومات واضحة جدا أنه يا بترى إحنا عندنا معلومات استخبارية تقول أن داعش خراسان خلال 6 أشهر راح يقدر يهاجم الولايات المتحدة الأمريكية، القاعدة سنة وستكون جاهزة لمواجهة وضرب الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مو بعيدة عليهم. بالعراق موجودين الأمريكان وموجودين في سوريا، ليس كما كان الحال قبل 2003. سيدي الكريم، هنا هذا التقدير احنا نفسه شفنا مع التقديرات للاستخبارات الأمريكية للCIA عندما كان الجيش الأفغاني اللي حضرتك تفضلت به وكنا نتوقع أنه راح تصير مقاومة وانهار، كانت التقديرات أبعد من ذلك. مع اللي صار بالمقدادية يوم أمس، هل هذا يوضح بأنه فعلا داعش سيكون ورقة خطيرة جدا في الفترة القادمة، خاصة إذا الولايات المتحدة الأمريكية قررت بشكل أو بآخر الاستمرار بالانسحاب من المنطقة؟